السلام عليكم ومرحبا بكم لا سي جي اس كات توجور مع اخبار شبيبه القبائل. اعلان هام من اداره شبيبه القبائل عبر صفحتها. لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق. مباراه وديه اكبر شبيبه القبائل مع رديف شبيبه القبائل، هذا هو القاو. ربما ليزيكيب الاخرين مشغولين وكل واحد عنده البروغرام تاعو. المهم هذه المباراة ستكون غدا إن شاء الله الجمعة 18 نوفمبر 2022 ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو على الساعة الرابعة عصرا إن شاء الله. المهم مباراة ودية بين أكابر شبيبة قبائل ورديف شبيبة قبائل، هل سنرى ولأول مرة مجادل؟ هذا سؤال واحد. وسمى سيدي صالح ربما يلعب حديد ومجادل، وهل هذه المباراة التي سيقتنع بها عمراني باللعب ولد حمو؟ إن شاء الله يتألق ولد حمو ويقنع عمراني إن شاء الله يا رب العالمين. هذا هو الخبر الأخر اللي جاء في السهرة هذه. نتمنى التوفيق لشبيبة القبائل، بريباراسيون مليحة وإن شاء الله بالتوفيق للشبيبة. لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركوا لنا تعليق مربوحة إن شاء الله. مع فيديو جديد، سلام قوتي.